سافا انت؟ اليوم وصفتين سهلين وسريعين، اكيد كل ستات حتحبهم. عم نحكي على نحن معودين ناكل لحم المفرومة. اليوم هي روستو بس على طريقة شوي غريبة، مع كفتة، يعني لحمة مفرومة مع كزبرة أو بقدونس. بدنا نضيف كمان أوريغانو، بدنا نضيف كمون، بهار أبيض، متاخدو، ديجون، بيضة. واليوم ما حبيت استخدم الكعك المطحون، تعرف نحن وقت نعمل الروستو نستخدم الكعك. اليوم حبينا نشتغل بالبسكويسالي يلي طحناهن، بدنا نضيفهم، بدنا نوضعها بصينية ستيفاني نشتغلها بشكل الروستو ونضيفها بالفرن. بدنا نقدم حدا صوص روج. هون في عنا ديفيرين، هيك انا اخترعتهم اليوم، من بوميلو او جريب فروت بامبلوموس، يعني حيلا شيء، مع افوكا والخيار مثل ما عم بيشوفوا. بدنا نحطهم بفيرين وبدنا نضيف لهم زيت زيتون. يعني هي وصفه كثير سهله، بس قد ما هي سهله ستيفاني قد ما هي طيبه. هلا قبل خلينا نقول اليوم عم نحكي على لحمه مدقوقه او مفرومه ناعم مثل ما بدنا. بدنا نضيف لها بصله مفرومه صغيره عني مثل ما هون عم بتشوفي. اوكي، ما رح نقلي ابدا، ما رح نقلي اليوم، مريحتك ستيفاني. نو اتس هيلثي. ايه اتس هيلثي صح. بعدين هي وصفه كثير طيبه. بتعرفي نحن بعزايمنا اكثر شيء بنسال شو بدنا نعمل لحمه، نحن معودين يا جيجو يا فيلي. في اليوم نطلع من العاده ونشتغل هيدي الوصفه اللي هي سهله سريعه وطعمتها كمان كثير طيبه. لكن عم نحكي على لحمه مفرومه ناعمه او مدقوقه، ضفنا لها بصله مقشره نيه مفرومه كثير صغير، رجعنا ضفنا كمون مطحون. اوكي. ضفنا اوريغانو. بهار ابيض. واصلين على الموتاد. عم سبق. رشه من الملح. موتاخ دو ديجون يلي بدي اعطي نكهه طيبه. ما بنكتر ملح لانه في الموتاد كمان. فوالا. وما بدنا ننسى البيضه. بدنا نختم بيضة كاملة. ببيضة كاملة. بالإضافة أو بقدونس ستيفاني أو كزبرة. كزبرة فينا نشتغل الاثنين مثل ما نحن بنحب. فوالا. لكن خلينا نرجع نذكر شو حطينا بالمقادير يلي ما لحقنا. اليوم عم نحكي على لحمة مدقوقة أو لحمة مفرومة، ضفنا متاخ دو ديجون، ضفنا بصلة نية مفرومة صغير، ما بدي أنسى كمون أوريغانو. ما بنحط توم. ما لا توم. أوكي. كمون أوريغانو، وايت بيبر، ملح، بيضة يلي بدها تكمش. حطينا الكفوف. أحسن طريقة. وبدنا ندعك. وقبل بدنا نرجع نضيف كمان على وصفتنا، بتعرفي نحن معودين وقتها بدنا نعمل روستو بالبيت نشتغل بالكعك، اليوم هيك حبينا نستطعم بطعمه عن جد اطيب يلي هي البسكوي سالي. مشان هيك ما لازم نكتر ملح كمان. ما بدنا نكتر ملح. اليوم كمان دقيتهم مش طحناهم. اوكي. لكن ضفنا البسكوي مع بيضه كامله. يامي. بالاضافه للكمون، الاوريغانو، بقدونس او كزبره. ما بدي انسى البصله، هلا كمان هون بدنا نقول يلي ما بحب البصل برضو، يعني بحط بصله ما بحس كثير بطعمتها. صح. ما بدنا ننسى رشه من الملح، بهار الابيض. بدك زيت كعك؟ بنزيد شوي بليز ستيفاني. هلا يلي ما عم بيلو يجيب كراكرز و بسكوي سالي، في عنا كعك بنستخدم. هيدي هي وصفتنا، في اشتغلها، اخبزها وضعها بالفريزر. صح، ما بيصير لها شيء ابدا. اليوم هيدي الوصفه ستيفاني بدنا نقدم معها صوص روج، يعني طلعنا شوي من العاده. أوكي. بدنا نعمل فوالا صلصه حمراء، طومات بولي مع حمص بس. مثل ما هون عم بيشوفوا بصينيه، حطينا شوي من الزيت. شو بدك تعملي بول ولا من مده؟ لا بدنا نمدها. اوكي، بهيدي الطريقه مثل الروستو. مثل الروستو صح. بدنا نحمي الفرن 180 درجة لمدة 10 دقائق وندخلها بقلب الفرن. هيدي هي وصفتنا ستيفاني، كثير سهلة. كيف بدنا نقدمها؟ بدنا نقدمها من بعد ما تنخبز الصوص روج عليها. يعني بدنا نغطيها بالصوص روج مع الحمص. ونقص شقف بعدين. ونقص شقف.
فوالا هي هي وصفتنا لليوم، هي أول وصفة أكيد نشتغل هلا بالصوص روج. حمينا الفرن وضعناها بقلب الفرن. فوالا هلا بدنا نعمل الصوص، بدنا نشتغل بالصوص. خلينا نشيل شوي هول قبل رح حمي. هيدي وصفة كثير سهلة ستيفاني، يعني أنا بنصح كل المشاهدين يشتغلوها يجربوها، لأنه من الوصفات الطيبة والسهلة والسريعة كمان. أوكي عم حمي المقلية، شو بدنا نزيد؟ أوكي هلا فينا نحط بصل، فينا ما نحط بصل اليوم تنخفف على ريحة البصل. خلينا نشتغلها بلا بصل، يعني بمقلية على نار بدنا نوضع شوية من زيت الزيتون. اليوم حبيت استخدم البندورة التوماتولي المقشرة يلي اشتريناها بالعلم. هلا هون بنقول يلي ما بيحب يستخدم البندورة يعني نستبدل بالبندورة الطازة الحمراء يلي بنفرمها مثل ما بنشتغل بزيت طريقة التبولة. فينا نبرشها كمان، فينا نبرشها بتطلع كمان القشرة بتكون بالقشرة. هي وصفة كتير سهلة، يعني بدنا نضيف البندورة على زيت الزيتون نلوحهم شوي. أوكي. نرجع نضيف شوية بهار. هون بنرجع بنذكر فينا نضيف بصل، فينا نضيف ثوم، يعني هذا الشيء بيرجع ذوق. صح. مننكها على ذوقنا. مننكها على ذوقنا، حتى فينا نضيف لها شوية أوريجانو كمان بتعطي نكهة طيبة. لكن بمقلية حطينا شوية من زيت الزيتون، فينا نلوح بصل مع ثوم مع بندورة حمراء، نرجع نضيف شوية أوريجانو ونختم بالحمص الحب المستوي. هون بدنا نذكر إنه حمص حب مستوي. لكن حطينا البندورة، هلا بدنا نضيف شوية من الملح، شوية من البهار الأبيض. هون بدنا نقول كمان ستيفاني للمشاهدين إنه اليوم إذا أنا ما عبالي أشتغل روستو على لحمة، في استبدلها على الدجاج. بجيب صدورة الدجاج بطحنهم وبشتغل بزيت الطريقة، يعني بضيف لهم متاخد وبصلة وأوريجانو وكمون وبيضة وايت بيبر، رشة من الملح، بندعكم مثل البوليكاف، يعني إذا بدك نشتغل بوليكاف بهذه الطريقة بندعكم نشتغلهم بزيت شيء، يعني بنعملها مثل الروستو وبندخلها على الفرن. يلي ما بحب اللحمة. لكن هون حطينا زيت زيتون، حطينا طماط بولي او طماط روج فريش. حتى هون فينا نضيف شوية كزبرة، شوية بقدونس. اكيد فينا نحط ثوم اذا بدنا. فينا نحط بصل، فينا نحط ثوم، فينا نحط شو ما بدنا، يعني النكهة يعني نحن بنحب النكهة. لكن عم نلوح اليوم ما حطينا ولا بصل ولا ثوم، اشتغلنا دغري بال يعني حتى منا بعازه ستيفاني، لانه اللحمه بدها تستوي نكهة يعني بالبصل وبال. لكن خلينا نحط شويه اوريجانو. لكن لوحنا البندوره مع رشه من الملح بهار الابيض، حطينا الاوريجانو، او هون فينا نستبدل كمان الاوريجانو بالبازيليك، مثل ما فينا نستبدل بالكزبره الخضراء او البقدونس يلي بحب المفروم الصغير يلي كمان بتعطي نكهه طيبه. نختم هون قبل ما ننتقل للفارينات ستيفاني، بس نحط الحمص. هون عندنا اليوم جايبه بوميلو بوملي صح وافوكا وخيار. وخيار هلا هون بدنا نقول فينا نستبدل كمان مثل ما كل مره بنقول، يعني اللي ما بحب الخيار بيستبدل بحيلا نوع من يلي نحن بنحبه. من شو معمول الفارينات؟ هي فارين كثير سهله بسيطه، بس قد ما هي بسيطه المزيج تبع البوميلو مع الافوكا والخيار وزيت الزيتون شويه من البقدونس او الكزبره يلي بدها تعطي نكهه طيبه لوصفتنا. هي نبلش نعبي هول ستيفاني. فينا نشتغل مثل ما بدنا، فينا نبلش بالافوكا او بالخيار. فوالا رجع نضيف
هون عم نحكي على خيار مقشر مفروم بهيدي الطريقة. فوالا نختم اها بالبوميلو. فينا نستبدل بالأورانج بالبردقان كمان. ستيفاني دي أول وحدة عنيها. فينا كمان هيني كتير هيني و طيبة. عم نعمل لايرز صح. هلا بدنا فينا نشتغل مثل ما بدنا يعني بالطريقة اللي يعني نحن بنحبها. نحط الأفوكا وشو الصوص؟ ويل دوليف. اليوم عم نحكي على زيت زيتون مع شوية بقدونس أو كزبرة، رشة من الملح، بهار الأبيض بس. كتير هيلثي. طيبة. فوالا. هلا بنبلش بالخيار. بتعرفي حلوين يتقدموا بعزيمة غدا، عشاء، بدل ما نحط فطاير وبيتزا و صح. بما انه هلا كل العالم بيهتموا بصحتهم صح. بتعرف نحن هلا عبوي بالصيف كله دايت. الافوكا كثير مفيد مفيد منيح للصحة. والخيار والبوميلو كمان صح. ما هون عم تشوفي ستيفاني، لكن نرجع بنذكر انه اليوم الفيرينات هون ما حطينا خيار. اوكي ضاعت. فينا نستبدل بالجزر اذا بدنا، بالشمندر. ستيفاني كمان الشمندر بيطلع كثير طيب. اكيد بدنا نحط زيت زيت هون. فوالا هون. اوكي خلينا نحط الحمص ستيفاني قبل ما نكفي وصفتنا، لكن نرجع بنذكر انه اليوم حطينا طماط بولي او بندوره حمراء، بصل، ثوم، اوريجانو، بقدونس، كزبره، وات ايفر، يعني حيلا شي نحن بنحبه. بنرجع بنضيف عليهم الحمص المسلوق. المسلوق اكيد. فوالا. بهيدي الطريقة شو عم يصير باللحمة؟ لكن هيدي الصوص نرجع بنذكر مشاهدي قبل ما تكفي هونيك انه هيدي صوص بدنا نوضعها على وجه اللحمة يلي مفرومة اللي اشتغلناها وحطيناها بالفرن، اكيد بدنا ناكلها مخبوزة، بدنا نقدمها بهيدي الطريقة، يعني فينا نحطها بجاد طويل ونضيف الصوص روج عليها مش حدا، مثل ما فينا نقطعها يلي بحب. شو فينا نعمل حدا دلال؟ فينا نعمل خضرة كمان بيطلع طيب، يعني بتعرفي كل فينا اللحمة. فينا نعمل رز؟ فينا نعمل رز بس انه كمان خضرة بيطلع اوريجينال شوي اكثر، بس يلي بحب الرز اكيد فينا نعمل رز نقدمه مع رز او باستا صغار. وفينا نعمل ديباس كمان. بتعرفي هلا دارج كثير انه نقدم نستبدل الاكل، نستبدل الرز بالبات كمان او الكينوا، يعني بيطلع كمان طيب. بس كمان حلو انه ساعتها اذا بدنا نحط رز فينا كمان نقدم الصوص على جنب، يعني ما بحب يوضع الصوص على اللحمه المسلوقة. او اذا عم نعمل بات بنقدم البات بنحط من هالصوص على البات. فينا كمان بس بتنشف شوي. فينا نشتغلها بحيال الطريقة كمان. هيدي كمان فكره حلوه ستيفاني. لا عم بسال الاسئله. ليش لا، يعني كله بيطلع حلو. خلينا نكفي هون وصفتنا، لكن مثل ما هون شفنا عملنا ديفيرين، حطينا بوميلو او اورانج او وات ايفر، يعني حيلا نوع من اللي نحن بنحبه، ضفنا افوكا، رجعنا ضفنا خيار مثل ما سبق وقلنا فينا نحط اسبرج كمان بيطلع طيب، يعني حيلا شيء بنحبه فينا نضيفه، فينا حتى نضيف ارنبيط كمان بيطلع طيب معه. من قصن صغار. وهلا شو بدنا نعمل ستيفاني؟ بدنا نضيف شويه من زيت الزيتون عليهم. يعني هي وصفة سهلة وبسيطة. هون فينا نختم بشوية من البقدونس، الكزبرة، البازيليك. هلا
رح نحط كله عليه. فوالا. شفتي كيف بنقدمهم ستيفاني؟ بس اكيد اذا عنا عزيمه غدا او عشاء بنقدمهم بفارينات صغار ليلحقوا يذوقوا كل شيء من وصفتنا. اكيد بيكون في كذا كذا شغله على الطاوله، كذا شغله، او فينا نشتغلهم بجات كبير ابيض كسلاد، يعني فينا نقدمها كمان كسلاد ساده، بنزيد على زيت الزيتون حامض او بلزميك كمان بيطلع طيب. يعني فينا نشتغلها بهالطريقه، ما فينا كمان نزين هيك بالبسكوي، بالبسكوي كمان تطلع. فينا نشوف شو عم بيصير بالفرن. يلا او تيك تيك فوالا. هلا هون بدنا نقول انه ما قلنا وقت الفرن، بدنا نحطه مينيمم 25 دقيقة بالفرن، بس هون الفرن كثير قوي بتخلص بسرعة أكثر. وفينا نغطيها، يعني فينا نغطي اللحمة قبل ما ندخلها على الفرن، مثل ما فينا نحطها بلا ما نغطيها. وهيدي الصوص روج ستيفاني اللي خلصت، اللي هي كمان سهلة، يعني فينا نعمل صوص روج عادي ونقدمها. اليوم معلقين على هالغنية. رح ناخد سوا بريك ونرجع لكم بتيشين. أنا وديت ستيفاني لهيتا بشغلة لحتى أعمل التيس. آه أجت، مش معقول ستيفاني. ستيفاني ما بتروح. حطوا لها غنيتها المفضلة بليز إذا بتريدوا. أوكي ميرسي، لأنه مش رح نقدر ناكل. أبدا مش غنيتي المفضلة، بس امبارح على النكتة، هلا اليوم علقوا عليها كل النهار. سونج أوف ذا داي يما ها يما سو. هلا في حدا زنا يما ها يما سو، فكروا إنه غنية جديدة فطن. فوالا. وات ايفر. يور ماي هارت يور ماي سول. فوالا. رتورنو أ نو موتون. أوكي. عن جد موتون اليوم على الآخر. لحمة وهيك. شو عملنا دلال؟ خلينا نذكر شوي على السريع رانيا، اليوم عملنا ديفيرين أول شيء، فيهم بوميلو. أنتوا حكوا أنا بدي أدوق. مع خيار وأفوكا، زيت الزيتون. أنا كمان. وصفتنا الثانية هي مثل الروستو رانيا بزيت التضييقة، اشتغلنا باللحمة المفرومة يلي ضفنا لها الكمون، ضفنا بيضة، بصلة نية، بالإضافة للأوريجانو موتار دو ديجون، حطينا شوية من البهارات، حطينا البسكوي السالي، اليوم استبدلنا الكعك المطحون بالبسكوي يلي دقيناه، مزجنا كل المقادير سوا، ورجعنا حطيناها بصينية مع زيت نباتي، مثل كأنه عم نشتغل بالروست، وحمينا الفرن وحطيناها حتى بالشكل بتشبه الروست. صح. هلا شو عملنا كمان رانيا؟ مش معقول شو طيب هيدي السلطة. طيب ايه؟ تحتين تعقد. ايه هي بسيطة. ذوق اللحمة. فريش وكل شيء. كثير طيب اللحمة. طبعا اشتغلنا بانصوص روج كمان رانيا، فينا نحط بصل، ثوم، طماط بلي، حمص، حب، وهيك بدنا نقدمها بهيدي الطريقة، يعني الصلصة الحمراء على اللحمة يلي بدنا نقدمها. ما عم بخلوني اكل تاب. Thank you, Dalal. Thank you, Dalal.